إذا خلينا نفتح زاوية جميلة في النقاش الآن. هل من علاقة ما بين عمرك وسعادتك؟ هناك دراسة ألمانية يبدو أنها فكت هذه الشفرة. الطفولة السعيدة في فترة المراهقة وكذلك تحديدا في سن 9 و16 ينخفض الرضا عن النفس، هذا بالتحديد بسبب التغيرات في جسم الإنسان. بالفعل الآن المعلومة الأكثر أهمية أنه بعد 16 من العمر ترتفع السعادة وتستمر بالارتفاع حتى سن 70. يعني إحنا مفروض أنه منقضي معظم حياتنا سعادة. هذا حسب الدراسة، ترى ما لنا علاقة إحنا. بعد سن 70 للأسف ينخفض مرة أخرى منسوب السعادة حتى سن 96. لا، هذا يويو، إحنا طالعين ونازلين في على مؤشر السعادة على مدى حياتنا على ما يبدو. شوف أنا راضي أوصل لسن 90 وأنا سعيد، ما عندي مشكلة. لا 70 قالوا، ها لا 70 بدي اقول لك، انت بدك كل شيء هيك يعني، ما بدك تخسر اي شيء. طيب على كل حال مشاهدينا، احنا سالنا الناس كالعاده، هذه المره في تونس سالناهم في اي مرحله عمريه من المحتمل ان تكون انت الاسعد ولماذا؟ في اي مرحله من الحياه الانسان يحس بالسعاده؟ الله، لا 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 يا حلاوه، اللهم صل يعني فيه تربع خمسة وخميس. في اي مرحله سعاده بنتي؟ السعادة ديما قبل، ديما الشباب نتاعو واحد أكل من 20 وانت من 18 20. علاش؟ 25 كل عصفور وقتها باش الجو زين ولي فرحان. علاش؟ خاطر فرحان بها هي. مرحلة من عمري كيبدا عمري 20 17 سنة، وقتها حس وقتها كان عمري 20 20. أكثر عمر حاس فيه في السعادة شنو؟ الأربعين. علاش؟ خاطر تكونوا عندك اولادك سند ليك واصحابك وما شاء الله تدعم البنك كيف. بين 14 و15. علاش؟ خاطر نلقى خويا بحدي وبابا بحدي. 18 وانا طالع. عمرك هاي في الثلاثينات هكاك. علاش حسيت بالسعاده في الثلاثينات؟ خاطر كان كل شيء متاح وكل شيء رخيص وكل شيء. حياه حلوه كيف؟ الحياه حلوه. والله بالنسبه لي انا يعني عمري تو 30 سنه، التسعة شهور اللي عديتها في كرش امي وقت الشيخ. ناكل ونشرب وانا مبنك على روحي. علاش؟ في كرش امي ما شفت شيء من الدنيا. يعني هذيك اكثر مرحله شيخ فيها، 9 شهور في كرش امي.